بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 122. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك. هذا السائل أبو علي يقول في الآية الكريمة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يقول اشرحوا لي هذه الآية وما الأسباب المعينة على زيادة التقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه في الحج: تزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذه نزلت في آيات الحج، وذلك أن قوما كانوا يحجون وليس معهم نفقة ويكونون عالة على الحجاج، يظنون أن هذا من الزهد، لا يأخذون معهم الزاد ويصبحون عالة على الحجاج. أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يتزودوا لحجهم بأخذ ما يكفيهم ويغنيهم عن الناس. ولما ذكر الزاد الدنيوي نبه على الزاد الأخروي، فزاد الآخرة هو التقوى، وزاد أسفار الدنيا هذا بالطعام والشراب ولوازم السفر. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل سؤال ثاني فضيلة الشيخ، يقول: ما سبب تسمية سورة الحجرات بهذا الاسم، وما سبب نزول هذه السورة؟ سبب نزول هذه السورة أن قوما من الأعراب حديث عهد بالإسلام جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتأدبوا معه، ووقفوا عند حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد اخرج إلينا. فالله جل وعلا أنكر عليهم ذلك، قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ثم وعدهم الله بالمغفرة، طيب خواطرهم، قال: والله غفور رحيم. وهؤلاء الأعراب حسن إسلامهم وتأدبوا بعد ذلك بآداب الإسلام. نعم. له فقرة أخرى وسؤال في رسالته، يقول: من هم أهل الصفة؟ أهل الصفة هم فقراء الصحابة الذين ليس لهم مأوى في المدينة، ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم صفة في المسجد، وتأتيهم النفقة من المحسنين من أهل المدينة، وهم في هذه الصفة ما يسمى الآن بالسكن الداخلي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو هشام يقول: أنا عازم هذه الأيام على السفر للدراسة وحددت بسنتين، هل أجمع وأقصر وأكون مسافر حتى أرجع؟ لا، لا يجوز لك الجمع والقصر ولا الإفطار في رمضان في مدة الدراسة، لأنك قطعت السفر وأقمت للدراسة، فتأخذ أحكام المقيمين، تتم الصلاة وتصلي مع الجماعة وتصوم شهر رمضان. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة لمن أفشيت عليهم السلام وسلمت عليهم ولم يردوا علي، هل لي أجر في ذلك؟ نعم، لك أجر في ذلك، وعليهم الإثم في عدم ردهم. نعم. فضيلة الشيخ، يتساهل الناس في هذا الأدب الرفيع وهذا الخلق وهو إفشاء السلام، كيف نعود الأطفال والبنات في إفشاء السلام على أهلهم وذويهم؟ تعودونهم بالتربية الحسنة والقدوة الحسنة، تعلمونهم، وأيضا هم يأخذون من عاداتكم وأخلاقكم وتعاملكم، فكونوا قدوة حسنة لهم ولغيرهم في إفشاء السلام والمحبة والمودة فيما بينكم وحسن الصحبة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل لا بد من ارتداء الإحرام الأبيض بالنسبة للرجل، ولو أخذ أي قطعة قماش وارتداها هل يعتبر هذا من الإحرام؟ لا يتعين الإحرام باللون الأبيض، يحرم بأي قماش تيسر له إذا كان من خصائص الرجال ومن ملابس الرجال بأي لون كان، ولكن الأبيض هو الأفضل إذا تيسر.
نعم. له فقرة أخرى يا شيخ صالح عن تكرار العمرة في السفرة الواحدة. لا بأس بذلك، إلا أنه يستحب أن يكون بين العمرتين وقت ينبت فيه شعر الرأس حتى يؤخذ منه، وبين العمرتين فترة حيث ينبت شعر الرأس لأجل أن يقصر منه أو يحلقه في النسك. نعم. يقول الإمام بن حجر رحمه الله: ما هي أبرز الكتب التي ألفها هذا الإمام، وهل هي خاصة في التفسير أم في الأحاديث؟ الإمام بن حجر أبرز كتبه فتح الباري، شرح صحيح البخاري، المجموعة ضخمة للعلوم الشرعية، وهو كتاب حافل للعلوم الشرعية، وهو أجود وأكبر كتبه رحمه الله. له كتب غيره لكن هذا أكبرها وأجملها وأشملها. نعم. هذا سوداني يقول بأنني أخذت عمرة العام الماضي في رمضان، وفي الحج استعديت وسافرت محرما وأخذت نسك الإفراد، هل لي ذلك يا شيخ صالح؟ نعم، إذا كان بين الحج والعمرة سفر إلى بلدك أو إلى غيرها وقدمت للحج فإنك تكون مفردا. نعم. يقول: إذا دخل الرجل المجلس ووجد كبار السن وبعض الناس الكبار، بمن يبدأ فضيلة الشيخ، وهل يجزي قول السلام عليكم والجلوس؟ يجزي أن يقول السلام عليكم ويجلس في من تهابه المجلس، ولكن الأفضل أن يسلم على الكبير في المجلس، كبير العلم أو كبير السن، يبدأ به ويكمل على الباقين، على من يمينه عن يمين الكبير إلى أن يكمل الموجودين، وإن سلم سلاما عاما وجلس فإن هذا يكفي. نعم. يقول هذا السائل: قام الرسول صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت من عنده، فما هي آداب الدفن وما مناسبة قيام الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الجنازة؟ نعم، السنة إذا مرت به جنازة في طريقها إلى المقبرة أو إلى المسجد ليصلى عليها أن يقوم، حتى ولو كانت جنازة كافر إذا مرت يقوم لها، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت فقالوا: يا رسول الله إنه ليس بمسلم، قال: أليس نفسا؟ ويقوم لها. نعم. أحسن الله إليكم. الاستدلال بالأحاديث الضعيفة فضيلة الشيخ للترغيب، ما رأيكم في ذلك؟ قال به بعض العلماء أن الاستدلال بالحديث الضعيف الذي لم يعلم أنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، أن العمل به في الترغيب والترهيب أنه مشروع. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: حديث البر حسن الخلق والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. نعم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فبادره النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ البر ما اطمأنت إليه النفس وانشرح له الصدر، والإثم ما حاك في نفسك كرهت أن يطلع عليه الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد يا شيخ بأن الصيام والصلاة يشفعان للعبد يوم القيامة؟ نعم، يشفعان. يقول الصيام: يا ربي أضمأت نهاره، ويقول القيام: يا ربي أسهرت ليله. الصيام يقول شفعني فيه، والقيام يقول شفعني فيه، فيشفعان، يأذن الله لهما فيشفعان له. نعم. في الآية الكريمة: وأشرقت الأرض بنور ربها. نعم، بنور ذات الله سبحانه وتعالى. إذا جاء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فإن الأرض تشرق بنور الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة في صلاة الفجر، الاكتفاء بسورة الفاتحة ولا يقرأ سورة بعدها؟ سورة الفاتحة فرض، ركن من أركان الصلاة لا بد منها، وأما قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة فهذا سنة، ولكن لا يتركه ما دام أنه يقدر عليه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السائل أبو إبراهيم يقول: أرجو يا الشيخ جزاه الله خيرا تآمين خيرا، كثرت الخيام وأماكن العزاء والسرابقات التي يضعونها في العزاء، ويحضرون القهوة والشاي ويستقبلون المعزي لمدة 3 أيام، نريد في ذلك حكم مأجورين.
هذا بدعة ولا يجوز. يقول أحد الصحابة: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. هذا لا يجوز، نصب السرادقات وترك الأعمال والجلوس للعزاء، كل هذا لا يجوز. التعزية مشروعة لكنها متيسرة، في أي مكان تلقى المصاب، في المتجر، في المسجد، في الشارع تعزيه، قل أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميتك، إذا كان ميته مسلما، ويكفي هذا عن هذه التكلفات. نعم. وصنع الطعام شيخ من قبل أهل الميت لا يجوز هذا، أما يصنع لهم الطعام هذا من السنة، قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، لما استشهد جعفر رضي الله عنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. صنعة الطعام لأهل الميت سنة بقدر حاجتهم. نعم. يقول: الندب والنياحة محرمة، لما نسبت يا شيخ إلى الجاهلية؟ لأنها من خصال الجاهلية، هم الذين ينوحون على الميت ويعددون محاسنه. نهى الإسلام عن أمور الجاهلية، ونهى عن النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، والواجب الصبر على المصاب إلى المصيبة، الصبر والاحتساب. نعم. هذا يسأل يا شيخ، يقول: ما المقصود بالربوبية الخاصة؟ الربوبية عامة، هناك ربوبية خاصة لأهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل التقوى. نعم. أحسن الله إليكم. قول بعض الناس: مطرنا بنوء كذا وكذا يا فضيلة الشيخ، هذا لا يجوز، هذا من الشرك. المطر لا ينسب إلى الأنواء، إنما ينسب إلى الله عز وجل، فيقال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، فينسب المطر إلى الله جل وعلا، هو الذي أنزله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابهم المطر في الحديبية الليل لما صلى بهم الفجر، قال: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. نعم. المرء الصالح الشيخ، هل له أن يرى في المنام منزلته في السعادة أو في الشقاء؟ نعم، الرؤيا تكون حقا وتكون من الشيطان، المؤمن قد يبشر، هي من المبشرات، الرؤيا يقول صلى الله عليه وسلم من المبشرات، الرؤيا الصالحة هذه من المبشرات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل له مجموعة من الأسئلة عن الأضحية، يقول: لسنوات لم أضحي، فما حكم الأضحية في حقي وقد كنت قادرا والآن عازم على الأضحية لي ولأولادي؟ الأضحية سنة عن الرجل وأهل بيته، يضحي بواحدة عنه وعن أهل بيته، وتكفي لإحياء السنة وإقامة الشعيرة في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، إذا فات وقت الأضحية هل للمرأة أن يذبحها بعد العيد؟ إذا كانت واجبة بنذر أو وصية إنه يذبحها ولو فات العيد، تكون قضاء. نعم. الشيخ، العبادات هل يكون مبناها على الأمر الشيخ؟ لا شك، لا، ليس هناك عبادة شرعية بدون أمر من الشارع، العبادات توقيفية ما ذكر العلماء، لا يعمل شيء منها إلا بدليل من الكتاب والسنة، وإذا عمل من غير دليل كانت بدعة. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن الدعاء، هل له وقت معين يكون بعد عمل صالح، أو أن الإنسان يدعو ويكون في سجوده في الصلوات والنوافل وغيره؟ يدعو في كل الأحوال، ولكن الدعاء في الصلاة أقرب للإجابة، دعاء في الصلاة أقرب للإجابة، فيدعو في الصلاة خصوصا في السجود، يدعو لأمور دينه ودنياه، والله قريب مجيب. نعم. أخيرا يا شيخ، له فقرة، يقول المؤلف رحمه الله: هل يختلف المؤلف والمصنف في الكتب أو هو بمعنى واحد؟ المعنى واحد، المؤلف والمصنف كلهم بمعنى واحد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكر الله لسماحته، وشكرا لفريق العمل الذين سجلوا هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.